في المستشفى الجهوي ببنعروس فتح قسم الإنعاش أبوابه من جديد بعد نحو 8 أشهر من الصيانة والإصلاح، ليتدعم بذلك عدد أسرة الإنعاش على المستويين الوطني والجهوي. تجديده وإعادة التهيئة متاعه ودعمه بالتجهيزات ودعمه كذلك بإمكانية تكنولوجيا عصرية تمكن من جزء كبير من مراقبة المريض يتم عن بعد. فاليوم أنا ندشنه كمكسب لجهة بنعروس وللبلاد ككل. نحب ديما نأكد ونقول أي فرش في سبيطار هو على ذمة كل مواطن مهما كانت الموقع متاعه. ما زالت بعض التجهيزات الناقصة نمشيو فيه إن شاء الله. 10 فروشات بالنسبة لولاية بنعروس، دونك حاجة هيلة برشا. دونك باش ينقصنا جوست التدعيم بالطاقم شبه الطبي باش نجموا نخدموا فيهم أليس. فما تنقية للهواء تصير مش بشبابك عاديين. بدلنا البيبان دونك لي بورت ولاو دي بورت إرميتيك باش نحافظوا على دونك الهيجين تاع المريض. كيف زاد عملنا ريفيتمون للقاعة برودوي أنتي بكتيريان، هذا كله باش نحافظوا على سلامة المريض. وزير الصحة عبد اللطيف المكي جدد تحذيره من موجة ثانية من فيروس كورونا تنتظرها تونس، معتبرا أنه لا بد من مواصلة اليقظة والمحافظة على عادة الوقاية في إطار الحجر الموجه. فيروس هذا كان موجود قدام الناس يشوفوا فيه في شكل موتى وفي شكل مرضى وفي شكل معناها فواجع قاعدين يتعرضوا لها، فكانت الناس كلها متحفزه للالتزام بالحجر وبالتوقي. اليوم الفيروس دخل مرحله خفيه ما يشوفوها كان الطب كان الخبراء. ما يلزمش نرتخيو، يلزم نتبعوا كل التعليمات باش نجموا بلادنا ونقولوا رانا فعلا انتصرنا نهائيا في هذه الموجه، لانه في الخريف الجاي والشتاء الجاي باش تكون ثم موجه اخرى. المكي أكد أيضا عمل الوزارة على خط إصلاح منظومة الصحة على مستوى الهيكلة والقوانين والانتدابات والرقمنة ودعم قطاع الأدوية.